3. Mai 2017. Aus Sicherheitsgründen möchte ich meinen Namen nicht nennen. Heute bringe ich Future Leaks an die Öffentlichkeit. Wow. Extrem starke Signale. انتخبت هيفا خلاصي كرئيسة أولى للجمهورية الديمقراطية السورية ممثلاً عن الحزب الديمقراطي السوري. سهاد أهلاً وسهلاً بك. دعني بداية أبتدئ بأحر التهاني لك وللشعب السوري عموماً. سهاد كيف تصفين لنا الأجواء؟ فحص